تشارك فرق من الكشافة في المدينة المنورة في تنظيم دخول المصلين إلى المسجد النبوي الشريف مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا من المدينة ومراسل الإخبارية وائل رفيق. وائل، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة، وأنت بجوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ضعنا في أجواء هذه الجهود التي تقدمها الكشافة وغيرها من الجهات. أهلا أخي خالد، وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي الإخبارية. فعلا هناك جهود من عدة فرق تطوعية بالمدينة المنورة، وذلك للمساهمة في تنظيم دخول وخروج المصلين قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الصلاة مسموح بها في منطقة الحصوات وفي منطقة الساحات الخارجية وفي منطقة التوسعات. ومن هذه الفرق التطوعية التي تقدم خدمات للمصلين وتساهم أيضا في المساعدة لدخول المصلين إلى المسجد النبوي الشريف، فرق الكشافة التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، والتي بادرت منذ بداية هذه الجائحة وذلك للمشاركة مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف للمساهمة في تنظيم دخول المصلين وخروجهم، ويأتي ذلك لخبراتهم التراكمية في هذا الجانب. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ ناصر الرويثي، القائد الكشفي والمشرف التربوي. حياكم الله أستاذ ناصر، نود أن تحدثونا عن جهودكم في كشافة المدينة للمساهمة في دخول المصلين وخروجهم. حياك الله يا استاذ وائل، حياك الله، اهلا وسهلا. بالنسبه لكشافه المدينه، يتواجد افراد كشافه المدينه في ساحات المسجد النبوي الشريف بشكل دائم، ويقوم افراد كشافه المدينه بخدمات عده، من اهمها مساعده كبار السن بالدفع بالعربات، ومسانده رجال الامن في تنظيم دخول ساحات المسجد النبوي الشريف، وايضا تنظيم دخول المصلين داخل المسجد النبوي الشريف. طبعا هناك جهود أخرى في عملية تحقيق التباعد الاجتماعي، في عملية تحقيق التباعد بين المصلين، نود أن تحدثون عن التنظيم أيضا مع وكالة الرئاسة. هناك تواجد كثيف بالكشافة مع رجال الأمن مع أفراد وكالة الرئاسة في تطبيق الضوابط الصحية والشروط الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل صفوف المصلين. يعطيكم العافية. أيضا معنا القائد التربوي، أهمية التطوع في هذه الأيام ومشاركة أبناء المدينة معكم. طبعا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. العمل التطوعي الحمد لله كان وضعه بشكل جيد، وكان مبادرة الكشافين واستعدادهم انهم يتعاونوا مع الجهات بحيث تنظيم المصلين، حتى انهم عندهم كان شغف واستعدادهم في جميع الصلوات، يعني ابداء تام للتطوع والعمل، ودائما سبحان الله حرصهم على انهم يجوا في كل الاوقات كان ملاحظ. كذلك من الأشياء طبعا الكشافة كما تعلمون أنها هي أساسا للعمل التطوعي، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وخدمة المسجد النبوي الشريف. اللهم آمين، شكرا جزيلا لكم. إذا خالد، كان هذا النقل من هنا على الهواء مباشرة وتحديدا بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساحة المطلة على هذا المسجد المبارك. أشكرك من المدينة مراسل الإخبارية وائل رفيق، شكرا جزيلا لك وائل ولضيفك الكريم.